نظمت وزارة الداخلية اليوم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب في محافظة جدة، ويستمر لمدة 10 أيام. يتضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الذي يأتي امتدادا لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء عددا من الأنشطة الرياضية والجولات الميدانية التي تشمل زيارة جهات حكومية وثقافية ورياضية وترفيهية، من بينها مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبيت نصيف الواقع في جدة التاريخية، بالإضافة إلى وحدات حرس الحدود ودفاع المدني بالقاعدة البحرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي في جدة. ويلتحق بنا هاتفيا مدير إدارة الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية العقيد حسام الراشد. أهلا وسهلا بك سعادة العقيد معنا. هل لك أن تتحدثنا بداية عن أهم ما يتضمن البرنامج؟ بالنسبة للبرنامج هذا طبعا هو زي ما تفضلتي هو سير على نهج الوفاء من ولاة الأمر حفظهم الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتقوم بوزارة الداخلية من 5 سنوات بإشراف متابعة لدن سيدي وزير الداخلية حفظه الله. طبعا يستهدف البرنامج استغلال فترة أو الفراغ اللي يكون في خلال فترة الإجازة بين الترمين. عد البرنامج مع أكثر من جهة وراها عدة أنشطة منها الرياضية والترفيهية والتثقيفية، ولكن نركز على جانب الإثراء المعرفي بشكل كبير للأبناء بمحتوى يناسب الفئة العمرية لهم، وكان له إعداد مسبق مع شركائنا في البرنامج من مدة يعني تجاوزت الشهرين لضمان أن تتحقق الفائدة وفي نفس الوقت المتعة للأبناء. من الجهات اللي راح يتم زيارتها بإذن الله هناك جهات رياضية ونادي الضباط وبرامج ترفيهية ومدن ألعاب وغيرها من الجهات المستهدفة. جميل. البرنامج يعقد كل سنة في مدينة، واليوم في مدينة جدة. إلى ماذا يهدف سعادة العقيد هذا البرنامج؟ طبعا الهدف الأساسي من البرنامج هو استثمار وقت الفراغ لهم، تعزيز روح المواطنة لديهم، إعطاء رسالة للكل أن هذه البلد باقية على ديدنها وهو ديدن الوفاء لرجالها المخلصين بمختلف فئاتهم وبما فيهم رجال الأمن اللي قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن.